الإرهابي ليس تحديا خاصا بتونس، وأنا نعتقد للمؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية بصدد تحقيق إنجازات مهمة وملحوظة في الفترة الأخيرة. تقريبا وقع القضاء نهائيا على كتيبة عقبة بن نافع اللي هي الكتيبة الإرهابية الأهم الناشطة في بين حدودنا الجزائرية التونسية، ورغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإنه هذا لا يعيق تطور أداء المؤسسة الأمنية والعسكرية. التشريع الذي نحن بصدده اللي هو قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يأتي في سياق تزويد المؤسسة الأمنية والعسكرية بآلية من الآليات التي تحتاجها في ظل هذه المعركة الطاحنة التي تخوضها تونس نيابة عن الأمة العربية والإسلامية يعني بأسرها. نحن نطمح أيضا إلى أن نخوضها وفي نفس الوقت نحافظ على طبيعة النظام الديمقراطية، على منظومة الحريات وحقوق الإنسان، أن لا يحدث تراجع في هذا المستوى، وأن تنتصر تجربتنا الديمقراطية على هذه الخلايا الإرهابية، وفي نفس الوقت تكون قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. هناك وعي سواء لدى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون أو لدى المشرع ممثلا في مجلس نواب الشعب بأن هذا القانون لا يجب أن يمس من منظومة الحقوق والحريات، وأن هذه المنظومة هي جوهر النظام الديمقراطي. نحن لسنا بصدد التراجع على مستوى طبيعة نظامنا لأن هذا الأمر مكفول في دستورنا، دستور الجمهورية الثانية، دستور 27 يناير 2014، وبالتالي لا مجال للتراجع. نعتقد أنه هذا مجمع عليه بين الحكومة ومجلس نواب الشعب وسائر مؤسسات الحكومة. نحارب الإرهاب، نسعى إلى تحقيق التنمية، ونحافظ على النظام الديمقراطي في نفس الوقت. نحن نعتقد أن معركتنا ضد الإرهاب هي معركة موحدة تجمعنا بأشقائنا في الجزائر. العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات وثيقة وعريقة، والتضامن التونسي الجزائر كان ثابتا في كافة اللحظات التاريخية التي مرت بها شعوبنا، وبالتالي هذه الحرب المشتركة يجب أن نخوضها معا برؤية موحدة وببرنامج عمل مشترك. التنسيق الأمني والعسكري مع الشقيق الجزائر بلغ درجات متقدمة، وأشقائنا الجزائريين يعتقدون بأنه جزء من معركتهم ضد الجماعات الإرهابية هو في إسناد تجربة التحول الديمقراطي في تونس. هناك دعم اقتصادي، هناك دعم اجتماعي، هناك دعم مالي من الشقيقة الجزائر، ونحن أيضا نعتبر أنه نحن ظهير وسند قوي لشقيقتنا الجزائر. احنا ايضا ملزمون دستوريا بالبعد المغاربي في دبلوماسيتنا، في رؤيتنا لمستقبل بلدنا، ولكن ايضا نؤمن بان هذه الحرب ضد الارهاب هي حرب اقليميه وحرب دوليه لا يمكن ان يربحها العرب والمسلمون الا من خلال اليه قويه للتنسيق وللعمل المشترك. انا لا اعتقد ان هناك تحفظ جزائري على معاهدات او اتفاقيات دولية أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع غيرها. هي تعرف أن تونس دولة ذات حرة، ذات سيادة، لديها سلطة على قرارها الوطني الذي نراعي فيه نحن التونسيين مصالحنا المشتركة مع أشقائنا وأصدقائنا، خصوصا جارتنا الجزائر. كان هناك ملاحظة حول إمكانية وجود قاعدة أمريكية في المنطقة، هذا الأمر في غير وارد. نحن لم نسمح ولن نسمح بوجود مثل هذه القاعدة على أراضينا، ليس فقط مراعاة لرغبة أو لرؤية أشقائنا، ولكن لأنه نحن رفضنا هذا الأمر منذ نيلنا للاستقلال سنة 1956. أولا لا يمكن أن نضع شرطا من هذا النوع فيما يتعلق بعلاقاتنا الدولية، يعني يحل بتونس يوميا عشرات الضيوف من جميع أنحاء العالم، ونحن لا يمكن لنا أن نفتش في سيرهم الذاتية أو في سرائرهم، ولا يمكن أن نطالبهم بتطابق المواقف معنا في كل شيء. نحن عندما
وقعت استضافة ساركوزي في بلادنا في زيارة يعني شبه رسمية. استضفناه باعتباره أحد قادة الحياة السياسية في فرنسا التي تربطنا بها أيضا علاقات تاريخية، ويمكن في المستقبل أن يكون من جديد رئيسا للجمهورية. هذه علاقات بين تونس والجزائر. عندما وقع استضافته نعرف أنه يختلف معنا ونختلف معه في كثير من النقاط التي نتحفظ عليها، ولكن هذا لا يمنع من التواصل في العلاقات الدولية. يعني لو اعتمدنا هذا المعيار لقمنا بقطع علاقاتنا مع عدد كبير من الدول الغربية مثلا التي نختلف معها في القضية الفلسطينية أو في قضايا المنطقة أو في غيرها. لا أعتقد أنه من الحكمة أن نقيم رؤيتنا في العلاقات الدولية على مثل هذه النزعات المزاجية أو الانطباعية. وعندما استضفنا ساركوزي استضفناه أيضا في جلسة نقاش حر، وعبر له الكثير من نواب الحزب ومن قيادة الحزب عن تحفظاتهم، عن شكوكهم، عن أسئلتهم في هذا المجال، وكان نقاش ديمقراطي. طبعا نحن نرفض مسه بأي دولة شقيقة أو صديقة، ونتحفظ على ذلك، ونعتبر أن ما صرح به في هذا المجال أمر يلزمه ولا يلزمنا.